تظل الكفاءات العراقية تكافح في بلد أصبحت سقف طموح شبابه الهجرة خارج العراق والبحث عن حياة أفضل. الدكتورة أميرة محمود الراوي حققت 10 براءات اختراع في مجال الأحياء الدقيقة، لكنها تصطدم بغياب الدعم وترجمة أعمالها وبحوثها على أرض الواقع. أنا الآن أمتلك 10 شهادات، ولا يعني ماكو هناك تسهيلات لتطبيق هذه البراءات على الأرض يعني. رغم كل الظروف تختار الدكتورة أميرة البقاء في العراق لتضع خبراتها في خدمة أبناء بلدها، لكنها تطالب بأقل الممكن لتحقيق الإفادة من أبحاثها. والله أهم متطلب برأيي هو توفير الدعم المادي والمعنوي وإحاطة هذا الدعم بكل ما يتطلب من توفير جو ملائم ومناسب لتحقيق هذه البراءات ولتطبيقها بالواقع يعني. براءات الاختراع التي حصل ويحصل عليها العراقيون كان يمكن لها أن تضع العراق في مراتب متقدمة على مستوى العالم، خصوصاً وأنها متعلقة بقطاعات هامة كالبنية التحتية والأدوية. أمانة المواضيع اللي تطرح وتأخذ بها براءات اختراع بأعمال مهمة جدا تعالج مشاكل حيوية موجودة بالمجتمع، خاصة على في مجال العلاج بالأدوية البديلة كعلاج للسرطان، تحسين أنواع مختلفة من إنتاج النباتات وتفاصيل عدة. الإهمال الحكومي وغياب الدعم لم يوهن من عزيمة الدكتورة أميرة التي ما بخلت على طلابها بعلمها ودعمها ودفعها لهم باتجاه اختيار مواضيع ذات نفع وتأثير كبيرين على أرض الواقع. دعمها دعمها كان لا محدود وتوجيهاتها. الدكتورة حقيقة كان لها دور ريادي ومميز في اختيار مشاريع الدراسة والمسارات البحثية. على الرغم من حكومات الفساد المتعاقبة وانهيار القطاع التعليمي وتفرد العراق بالمدارس الطينية المتهالكة، لم يتوقف العراق عن تخريج المبدعين والأوائل على كافة الأصعدة، على أمل أن يتبوأ هؤلاء مكانهم المناسب بدلاً من هجرة معظمهم خارج العراق.